السلام عليكم، هنستكمل باقي الكورس بتاع الـ 851. هنتكلم النهارده ازاي نركب external memory على الـ 851 او بعض الـ type من الـ 851 زي الـ 831. بس قبل ما نبتدي نشوف الانترفيس ما بين external memory وما بين المايكرو كنترولر اللي هو الـ 831 او الـ 851، لازم نبتدي الاول ناخد كده انترو عن الميموري، ويعني ايه ميموري، ويعني ايه الاورجانيزيشن بتاع الميموري، ويعني ايه الكباس والكلام ده كله. هبتدي اول حاجه ان الكباستي بتاعت اي ميموري، الكباستي بتاعت اي ميموري هي النمبر اوف بيتس، عدد البيتس اللي الميموري تشيب، وطبعا الميموري تشيب دي مصنعه من السيمي كوندكتور ممكن هو يخزنها، يبقى دي بسميها الكباستي. وطبعا ممكن تكون في يونت كيلو بت او ميجا بت، ولازم نفرق ما بين الاستورج كباستي وما بين الكمبيوتر سيستمز كباستي. الستورج كاباستي او الميموري كاباستي بتعتمد طبقا للجيفن بت، يعني بتتقاس بالبت. يعني لما اقول 16 ميجا ميموري تشيب يبقى هي 16 ميجا بت. لما اجي اقول كمبيوتر سيستم، كمبيوتر سيستم بيتقاس بالبايت، فاقول كمبيوتر كام ويز 16 ميجا ميموري، يبقى 16 ميجا بايت، 16 ميجا بايت. هلاقي الميموري شيب اللي عندي بتبقى اورجنايزد في صورة نمبر اوف لوكيشن. كل لوكيشن بيشيل ممكن 1 بت، 4 بت، 8 بت، 16 بت على حسب، بيعتمد على طريقة الديزاين الداخلية طبقا للاي سي مانيفاكتشر، طبقا للشركة المصنعة للميموري. بيكون الاركتكتشر بتاعها 8 بت، طبعا 4 بت دي خلاص ما حدش بيستعملها، ولا 1 بت، هل هي 8 بت ولا 16 بت ولا 32 بت ولا 64 بت. والاقي النمبر اوف لوكيشن بتاع اي ميموري بيعتمد على الادرس بين، يعني انا عندي كام ادرس بين يبقى قدامها في كام لوكيشن عندي زي ما هنعرف دلوقتي. فملخص الموضوع ده كله، لما اجي اشوف اي ميموري الاورجانيزيشن بتاعها، الميموري بتتكتب في صوره 2 باور الاكس مالتبلايد في الواي. اي ميموري بتبقى عباره عن ريكتانجل، الريكتانجل دوت بيكون فيه 2 باور الاكس لوكيشن، بيكون فيه واي بت في كل لوكيشن. فلاقي ان 2 باور الاكس ده النمبر اوف ادرس، وال2 باور اكس دي بستعمل فيها ديكودر، بيكون الانبوت بتاعه اكس، بيكون الانبوت بتاعه اكس، والاوت 2 باور اكس. وعندي كل لوكيشن فيه واي بت، يبقى الميموري شيب عندي بيحتوي على 2 باور اكس لوكيشن، وكل اكس عندي هي النمبر اوف ادرس بين. وكذلك كل لوكيشن بيبقى فيه واي داتا بت، والواي داتا بيت كل بيت لازم يخرج على سنجل بن. فلان النمبر عندي each location contain واي بيت، والواي دي بتبقى هي النمبر اوف داتا بن اون ذا تشيب. يبقى بالتالي لو عندي هنا 8 بيت يبقى هيكون عندي فيه 8 داتا بن من دي 0 لحد دي 7. طيب هلاقي برضو من ضمن الكاركترستيك بتاعت اي ميموري تشيب سرعة نقل البيانات عليها، والبيانات دي بتبتدي تأكسس على الميموري في تايم قد ايه، ودي اللي احنا بنسميها الاكس تايم. والاكس تايم ده يعتبر فاكتور مهم جدا في اي ميموري فابريكيشن، فعملية الريدنج وعملية الرايتنج بتاخد تايم معين. التايم ده اللي احنا بنسميه اكس تايم، وكل ما يقل التايم دوت يبقى في الحالة دي هلاقي ان الميموري اللي عندي هتبقى مور اكسبنسيف، زي كده الميموري او الفلاش ميموري لما بتكون هي مثلا يو اس بي 2 او يو اس بي 3، فالسعر طبعا بتاع اليو اس بي 3 بيكون اعلى لان الاكس تايم بيكون اقل من يو اس بي 2. لو افترضنا ان عندي ميموري تشيب، الميموري تشيب دي فيها 12 ادرس بين وفيها 4 داتا بين، يبقى اوتوماتيك هلاقي ان انا عندي الميموري فيها 12 ادرس بين و 4 داتا بين. يبقى الميموري اللي عندي لو احب اشوف الاورجانيزيشن بتاعي يكون 2 باور 12 مالتبلايد في 4،
يعني هيكون عندي 2 باور 12 ادرس او لوكيشن، يعني 4096 لوكيشن، وكل لوكيشن فيه 4 بت. يبقى الاورجانيزيشن هيكون 4 كيلو في 4، لان اللي هي 2 باور 12 دي اللي هي عباره عن 4 في 2 باور 10، يعني 4 كيلو. طب بي عايز احسب الكباستي. الكباستي يعني الميموري اللي عندي دي، اللي هي فيها 4096 ادرس وكل ادرس فيه 4 بت، ممكن هي تهولد كام بت في النهايه معايا. يبقى في الحاله دي هضرب ال 4 كيلو في ال 4، فالاقي ان الكباستي اللي عندي بتاعه الميموري بتتقاس بالبت، فيكون 16 بت، 16 كيلو بت. يبقى دي هنا الكباستي اللي عندي هتبقى 16 كيلو بت. طيب لو افترضت ان انا عندي في اكزامبل تاني 512 كيلو بت ميموري تشيب هاز 8 بت او 8 بنز فور الداتا، يبقى انا عايز احسب الاورجانيزيشن، عايز اعرف الاورجانيزيشن اللي هي ال 2 باور الواي ملتبلايد في الاكس. ده كله بيساوي 512 كيلو بت طبعا لان هي ميموري تشيب. فانا عرفت ان الاكس اللي عندي 8 بت 8، يبقى في الحاله دي 2 باور الواي هيبقى 2 باور الواي ايكوال، هسه يكون اللي عندي على 8، فالاقي ان انا عندي 64 كيلو، يبقى انا عندي 64 كيلو لوكيشن. وعايز اعرف انا عندي كام ادرس بين، يبقى في الحاله دي هيبقى 64 كيلو لما احولها وعايز احسب الواي. طبعا عشان احسب الاكسبريشن ده، عشان احسب الاكسبريشن ده على اي كالكوليتر، لو الناس مش تعرف تحسبها بدماغها، يبقى في الحاله دي هيبقى هنا الواي ايكوال لوج 64 كيلو على بيز 2. طبعا بيز 2 بيز 2، وطبعا واحد يقول لي الكالكوليتر ما بيحسبش لوج 2، فهتبقى هنا لوج 64 كيلو بيز 10 على لوج 2 بيز 10. و64 كيلو هنا اللي هي تبقى كام؟ هنضرب 64 في 1024 او اللي هي تبقى 2 باور 16، فيبقى دي كلها 2 باور 16. يبقى ال 2 مع ال 2 16 هيطلع بره اللوج، يبقى في الحاله دي هلاقي ان انا عندي 16 ادرس بين 16 ادرس لاين. طيب لما اجي ابص على السيمي كوندكتور ميموري هلاقي ان انا في عندي نوعين مشهورين جدا في الميموري اللي هي الروم والريم. هنبتدي اول حاجه بالروم، والروم اللي هي ريد اونلي ميموري، وده نوع من انواع الميموري، والبيانات اللي عليها ما بيحصلش ليها لوسز ساعه ما بنفصل باور عن السيستم، فعشان كده بنسميها نان فولاتايل ميموري، يعني الميموري دي البيانات اللي عليها ما بتروحش، بتفضل ستيبل زي ما هي. ولقينا في عندي خمس انواع من الروم، اول واحد اللي هو البي روم، وتاني واحد الاي بي روم، وتالت واحد الاي اي بي روم او الاي سكوير بي روم، والفلاش اي بي روم، والماسك روم. طب نبتدي باول واحده اللي هي البي روم، اللي هي بروجرامابل ريد اونلي ميموري. وهنا احنا ممكن طبعا البي روم بتبقى يوزر بروجرامابل ميموري، يعني طبقا للكود اللي اليوزر عايز يكتبه عليه، بس لان كل بيت عندي جوه البي روم بيبقى لها فيوز، الفيوز دوت زي كده البريدج، يا اما توصله على البي سي سي، يا اما توصله على الجراوند، يا اما هتوصله على الجراوند. يا اما هيوصل على الجراوند. طيب بس هنا انت اوريدي عملت له فيوزد فوصل، فمش هينفع ان انت تعدل الكود بتاعك، لان انت لو حبيت تعدل الكود ولقيت ان في اي خطا عندك، يبقى في الحاله دي انت لازم هتضطر ان انت ترمي البي روم اللي عندك وتجيب واحد جديد عشان تبتدي تكتب عليه كود من اول وجديد. طبعا البي روم بيرفير في بعض الريفرنس لحاجه اسمها او تو بي وان تايم بروجرامبل، يعني يتبرمج مره واحده بس. وعمليه كتابه الكود دي بنسميها بيرنينج، ان احنا من بيرن الكود او من بيرن الروم. وطبعا هنا بيحتاج
دايره اسمها بيرنر، او بيسموها ايميوليتور. في بعض الكتب بيسموها ايميوليتور، وفي بعض الكتب بتسميها روم بيرنر، وبعض الكتب بتسميها روم بروجرامر. طيب تاني نوع اللي هي الاي بي روم، اللي هي الكتريكالي بروجرامبل ريد اونلي ميموري، وده طبعا حلت المشكله بتاعت البي روم، ان انت ما تكتبش عليها مره واحده، لا انت ممكن تكتب عليها كذا مره. فانت هنا ممكن ترايت عليها او تبروجرام عليها وتقريز اللي عليها عدد من المرات، وده بنسميه الانديورنس، كام مره ممكن ترايت على الاي بي روم اللي عندك. الاي بي روم اللي عندنا لما بنحب نمسح البيانات اللي عليها، فكان بتتمسح باليو في الترا فايلوت، فكان الاسم الكومن بتاعها المشهور اكتر اللي هي اليو في اي بي روم الترا فايلوت اي بي روم. والترا فايلوت دي موجوده يا اما في الشعاع بتاع الشمس اللي بتطلع كل يوم الصبح، فممكن ان انت كان بتعرض الاي بي روم الخاصه بيك او اليو في اي بي روم للشمس، لان كان بيبقى في نص هنا في عدسه في نص الاي سي اللي عندك، بحيث بتلاقي جواها الميموري، والميموري دي بتتعرض للشمس خلال نص ساعه او خلال تلت ساعه، فالتلت ساعه دي او 20 دقيقه كان يبتدي يتمسح البيانات اللي عليها وتبتدي تكتب عليها من اول جديد، او انك تعرضها اليو في لام، لمبه يو في اللي بيستعملوها في تحميض الصور والافلام زمان. والليبي روم البيرنر بتاعها كان بيبقى سيبريت، ففي الحاله دي كان لازم هتشيلها من السيستم بورد عشان انت تبرمجها، فما كانش ينفع ان انت تبرمج الاي بي روم او اليو في اي بي روم وهي موجوده جوه السيستم بورد، وده كان من الديس ادفانتج بتاعتها. طبعا اليو في اي بي روم بتيجي في صوره، او البارت نمبر بتاعها بيتكتب في صوره 27 128 داش 25. طبعا اول رقمين دول السيريز بتاع الاي بي روم او اليو في اي بي روم، فعلى طول اي حاجه بتبتدي ب 27 يبقى دي على طول السيريز بتاعت اليو في اي بي روم. يليها السايز بتاع الميموري بس بيكون بالكيلو بت، يعني هلاقي ان ال 128 دي 128 كيلو بت، وال 25 دي الاكسس تايم. اكسس تايم الوقت اللي هتاخده عشان تاكسس فيه على الميموري قد ايه، 250 نانو سكند، وبيضرب في 10 وبيبقى نانو سكند، يبقى تالت بارت اللي هي 25 واضربها في 10 نانو سكند. هلاقي ان اللوكيشن الواحد بيشيل معايا 8 بت، اللوكيشن واحد بيشيل معايا 8 بت، ولما اجي ابص على ال 128 كيلو بت هلاقي ان هي عبارة عن 16 كيلو في 8، فاللوكيشن واحد بيشيل 8 بت وهيكون عندي 16 كيلو ادرس، ف 16 كيلو ادرس او لوكيشن معناه ان انا عندي 14 ادرس من تالت نوع اللي هي الاي سكوير بي روم او الاي اي بي روم، او اللي هي الكتريكالي ريزابل بروجرامابل ريد اونلي ميموري. يبقى الاي بي روم اللي هي ريزابل بروجرامابل ريد اونلي ميموري مش الكتريكالي، وهنا كان بنمسح الميموري بصوره الكتريكال، ما بنستناش فيها ال 20 مينت بتاعت اليو في اي بي روم. وهنا الميزه ان احنا ممكن نسلكت البايت اللي احنا عايزين نمسحه، على عكس اليو في كان بيمسح الميموري كلها. وميزه كمان ان البروجرامر هنا ممكن يريز الكونتنت وهو موجود جوه السيستم بورد، والاي سكوير بي روم موجوده جوه السيستم بورد، وطبعا هي ما كانش بيحتاج اي اكسترنال ريزابل او بروجرامينج ديفايس. رابع نوع كان الفلاش اي بي روم، وده كومنلي جدا من ابتدى في اوائل التسعينات في القرن اللي فات. وطبعا عملية الكتابة والمسح كان بتاخد أقل من سكن، عشان كده سموها فلاش، يعني حاجة لحظية، إن عملية المسح والكتابة بتبقى عملية لحظية. وكان طبعا بتبقى إلكتريكلي
بصورة إلكتريكالي، كانوا بيتم مسح البيانات. وكان الفرق الأساسي ما بين إسكوير بي روم وما بين الفلاش ميموري إن الفلاش ميموري أنت ممكن تمسح بلوك من الداتا، ممكن انت تمسح بلوك باي بلوك، على عكس الاي سكوير بي روم انت كنت بتمسح بايت باي بايت. يعني لو في عندك فايل والفايل هو مجموعه من البايت، فانت كان ممكن تختار بلوك اوف داتا في صوره فايل وتمسح الفايل كله، مش هتبتدي تعدي على بايت بايت عشان تمسحه. ففي الحاله دي انت كان ممكن تسيلكت السكشن اللي انت عايزه او البايتس اللي انت عايزها تمسحها مجموعه بلوك من الداتا وتمسحها مره واحده، على عكس الاي سكوير بي روم. طبعا الفلاش ميموري دلوقتي بقت كومنلي يوز حوالين العالم، يعني بقى اغلب الناس بيستعملوا الفلاش ميموري. ممكن هي تتبرمج وهي موجوده في السوكت على السيستم بورد، ودي من اشهر الامثله ان انت بتستعملها عشان تابجريد بيها البي سي بايوز بيزك انبوت اوتبوت سيت اب روم، او لما انت تيجي مثلا تعمل سيت اب اللي تعمل بوتابل يو اس بي فلاش، بحيث ان انت تبتدي تنزل نسخة ويندوز مثلا. يبقى في الحالة دي ده مثال مشهور برضو في استخدام الفلاش ميموري. الاكس تايم جوه الفلاش ميموري بيكون في رينج ال 100 نانو سكند، على عكس الديسك اكسس او الهارد ديسك بيكون مثلا في رينج تينس اوف ملي سكند. فطبعا هنا الوقت بيكون اقل، فمعناها الاكسس سبيد بتاع الفلاش ميموري بيكون اسرع من الديسك اكسس. طبعا في حاجة اسمها الانديورنس، عدد مرات الكتابة والمسح على الميموري اللي عندنا، ودي بنسميها الانديورنس. بعض الكتب بتسميها الانديورنس واحنا هنا بنسميها بروجرام ريز سايكل. ولان انا عندي جوه الاي سكوير بي روم بلاقي ان الانديورنس بيوصل لحد 100,000 مرة، في حين مثلا حاجة زي اليو في اي بي روم ريزابل بروجرامبل ريد اونلي ميموري بيوصل لحد 1000 مرة. خامس نوع من انواع الروم اللي هي الماسك روم، ودي بيبقى نوع من انواع الروم بس هنا مش بيبقى يوزر بروجرامبل، هنا بيبقى اي سي مانيفاكتشر نوت يوزر بروجرام. فنلاقي طبعا ان بيحصل عملية الماسكينج في الاي سي فابريكيشن، بنستعملها طبعا بتكون عملية مكلفة الا لو كانت على كميات كبيرة او في عملية تصنيع في على كميات اكبر من يونت او اتنين، بيكون كميات اكبر من كده بكتير. طبقا للاوبتمايزيشن موديل بيكون كل مؤسسة عاملاها ليها. بس طبعا هنا في الماسك او في الماسك روم ما ينفعش ان انت تعدل الكونتنت بعد اما يتكتب. في الحالة دي هلاقي ان المين ادفانتج طبعا بتاعت الماسك روم ان بيكون التكلفة بتاعتها بتقل مع الكميات الكثيرة، وفي نفس الوقت لو في ايرور واحد حصل في الحالة دي هنلاقي ان احنا هنستبعد الباتش كله وهنبتدي ندخل باتش تاني مكانه عشان نعدل الكود اللي احنا كتبناه. فده كان خامس نوع من انواع الروم. هنيجي دلوقتي على الرام، والرام نوع برضو من انواع الميموري وبتبقى فولاتايل ميموري، البيانات اللي عليها بتبقى مش موجوده اول لما تفصل الباور عن السيستم اللي عندك. هنلاقي ان الرام في بعض الريفرنس بيرمزوا له بحاجه اسمها RAWM اللي هي ريد اند رايت ميموري، وهي تأكيدا على الكونسبت ان الروم بيريد اونلي وليس بيرايت. ففي الحالة دي الرام بتريد وترايت عليها. التلات انواع بتوع الرام في الستاتيك رام والدايناميك رام والنون فولاتايل رام. هنلاقي ان الستورج سيل بتاعت الرام بتبقى في الستاتيك رام بتبقى متصنعة من الفليب فلوب. الفليب فلوب طبعا في عندنا دي فليب فلوب، في تي فليب فلوب، في اس ار فليب فلوب، في جي كي فليب فلوب الكومن تايب بتاعت الفليب فلوب. وطبعا هنا بيلاتش الفليب فلوب فرقها عن اللاتش ان بيكون فيها كلوك. ففي الحاله دي مع كل ترانزيشن من هاي تو لو، سواء كانت نيجاتيف ايدج تريجر او كانت بوزيتيف ايدج تريجر، فكانت هتبقى مع كل ترانزيشن من لو تو هاي، يبقى في الحاله دي هلاقي ان الفليب فلوب بي ريكواير ما بيحتاجش ان هو يرفرش البيانات اللي عليه لان هو اوريدي بيكون بيلاتش اخر فاليو. بس طبعا الدروباك في الستات كرام التكلفه، والتكلفه دي جت منين؟ ان كل بيت عشان اسجل سنجل بيت او اسجل سنجل اونلي وان بيت اوف الداتا، فانا محتاج اول لما ظهرت الستات كرام كنا محتاجين لكل وان بيت 6 ترانزستور عشان نبيلت وان بيت اوف داتا.
مع التطوير شويه لقينا ان الستة ترانزستور دول قالوا بقوا 4 ترانزستورز، وبرضو ستيل الكلام ده هيبقى تو ماني، هيبقى كتير. وطبعا 4 ترانزستور دول بيكونوا بيزد على السيموس تكنولوجي، كومبلمنتري ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، عشان نبتدي نوصل لهاي كاباسيتي للست رام. فبالتالي طبعا ده كان هيبتدي يزود في الكوست جدا بالعادي. تاني نوع كان النون فولاتايل رام، وده كان بيكومباين المزايا بتاعت الرام والرو. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البيانات اللي عندي عمليه الريد والرايت ابيليتي بتاعت الرام، فكان في ابيليتي للرايت على عكس الروم، ونون فولاتايل ان البيانات اللي عليه ما بتروحش زي الرام العاديه. وفي الحاله دي كان هنا بيستعمل اكستريملي باور افيشنت ستاتيك رام، كان بيستعمل ستاتيك رام، وكان بيستعمل انترنال ليثيوم باتري عشان باك اب انرجي سورس، وكان بيستعمل كنترول سيركتري عشان هو يحدد طول ما في انبوت باور سبلاي مفيش اي مشاكل، اول لما يبتدي يفصل او يديتكت لوسز في الفولتج اللي عنده. فكان في الحاله دي كان بيشغل اكسترنال باور سبلاي اللي هي الليثيوم باتري. طبعا عشان نتشيك اذا كان في ايرور في الميموري اللي عندي ولا لا، ففي طريقه اسمها تشيك سام. تشيك سام دي حاجه جميله جدا، بنشوف البيانات اللي عندنا وبنجمعها بطريقه ما هنشوفها دلوقتي. الطريقه دي بتجنريت معايا بايت، البايت دوت بستعمله عشان اتشيك اذا كان في حاجه اتبعتت غلط في الرام اللي عندي. لو في حاجه اتبعت غلط يبقى في الحاله دي بريكويست ان هي تتبعت مره تاني، غير كده يبقى البيانات اتبعتت بشكل مظبوط. يبقى في الحاله دي باختصار تشيك سام بيتشيك او بيديتكت اني كوربشن في الكونتنتس بتاعت الروم. فهنجنريت اكسترا بايت. الاكسترا بايت اللي عندنا دوت عن طريق ان احنا نجمع البايتس اللي موجوده جوه الميموري وبندروب الكاري، بنرمي الكاري اللي عندنا، وبعد كده نجيب سكند كومبلمنت للتوتال سميشن. وبعد ما نحسب السكند كومبلمنت للتوتال سميشن اللي عندنا، نبتدي ناخد البايت او اللور بايت اللي عندنا، واللور بايت دوت يبقى هو اخر بايت في السيريز اللي عندنا، يبقى لاست بايت في السيريز اللي عندنا. فعشان نبرفورم التشيك سام اوبريشن ففي الحاله دي احنا بنقاد كل البايت اللي عندنا مع الشيك سام اللي موجود عندنا، فنلاقي ان الريزلت اللي عندنا بقى زيرو. فلو كان بزيرو معناها ان البيانات اللي عندنا اتبعتت بشكل كوركتلي ما فيهاش اي غلطات، غير كده معناها ان في لو الفاليو اللي عندنا نوت ايكوال زيرو يبقى في الحاله دي في ايرور حصل عندنا هنا في الشيك سام. لو افترضت ان انا عندي الميموري فيها 4 بايت بالشكل دوت 25 62 هيكسا و3 اف هيكسا و52 هيكسا، وحبيت احسب الشيك سام بايت، فهجمع ال 4 بايت او السيب، هجمع ال 4 بايت واحسب الريزلت بتاعهم وهضرب الكاري، مش محتاج الكاري، فبقى الرقم اللي عندي 18 هيكسا، واجيب لها السكند كومبلمنت، فيا اما هتبقى عن طريق اف اف ماينس 8 1 هيكسا، فيبقى اف سبتراكتد منها ال 8 فيكون 7، وهيكون هنا ال E بلس ال 1 فتكون E 8، فده هيكون هنا ال 16 كومبلمنت او السكند كومبلمنت. القيمه دي لما البيانات عشان تشيك الداتا انتجريتي اللي عندي، فلو افترضت ان البيانات اللي عندي مظبوطه زي ما هي فهجمع عليها الكومبلمنت اللي عندي وهضرب برضو الكاري، فهلاقي ان الريزلت اللي عندي ايكوال زيرو، يبقى البيانات اللي عندي نو بايت از كوربتد. وافترض ان انا عدلت او في فاليو حصل لها تشينجينج من 62 بقت 22 هيكسا، فجمعت برضو عليها نفس الاي 8 هيكسا، ففي الحاله دي هلاقي ان الريزلت اللي عندي بعد ما اعمل دروب للكاري هلاقي ان برضو الريزلت نوت ايكوال الزيرو، يبقى في الحاله دي في كوربشن حصل في الداتا اللي عندي.
طيب هلاقي برضو تالت نوع من انواع الرام اللي هي دايناميك رام، ودي هنا بتستعمل كاباستور عشان يستور ايتش بيت. وهنلاقي ان اي كاباستور عندنا هنا، هنلاقي ان اي كاباستور الكاباستور بيبقى لو ان هو بالشكل دوت، فهنا مثلا ده هنا هاي باس فلتر وده هنا لو باس فلتر. اي مكثف عشان يشحن لازم بيكون واصل معاه ريزيستنس، ففي الحالة دي المكثف عشان يشحن، لو افترضت ان المكثف اللي عندي، الفاليو بتاعته او الفولتج بتاعه مثلا الكباسي بتاعته 10 فولت، فامتى اقول ان المكثف شحن؟ لما الاقي ان المكثف وصل ل 90% من الشحنة بتاعته، في الحالة دي اقول ان المكثف وصل للفول كباسي بتاعه. يبقى لما المكثف فولتج بتاعه يوصل لحد 9 فولت، يبقى في الحاله دي وصل للماكسيمم تشارج بتاعه. طب امتى يوصل له؟ بعد تايم قد ايه؟ بعد تايم 5 تاو، والتاو اللي هي قد ايه؟ التاو اللي هي بتساوي ار في سي، يعني بعد 5 ار سي، يبقى في الحاله دي الكباستور اللي عندي شحن، وفي الحاله دي بيحصل له اوتوماتيك ديستشارج في برضه في 5 تاو زيهم، يعني عند 10 تاو يبتدي ديس تشارج الفاليو دي اللي موجوده جوه الكباستور. طيب ففي الحاله دي لازم يحصل ريفريشنج للفاليو اللي متخزنه على الكباستور، فبعد تايم معين لازم يحصل ريفريشنج ليها، يحصل لها ديس تشارج او يحصل ديكي في السيجنال، يحصل لها ريفريشنج تاني. فيبقى في حاجه اسمها هنا ريفريش ريت. فانا لما يكون عندي فيه كاباسترز لازم يكون في، يعني طبعا بيحصل ليكج في الكاباستور اللي عندي، بيكون حاجه اسمها الاي سي نود، وده بيكون بنسميه ديسبليسمنت كارنت، وده بيكون ليكج بيحصل في اي كاباستور. ففي الحاله دي نتيجه للكلام ده لازم يحصل ريفريشنج للفاليو اللي عندنا باستمرار نتيجة للليكج اللي بيحصل على أي كباستور. وده طبعا من ضمن المزايا والعيوب بتاعت الدايناميك رام، هي طبعا من أشهر الأنواع اللي بتستخدم، وده نتيجة إن هي بتكون رخيصة في سعرها، فبيكون بتدي في كومبيتيشن عالي في البرودكت، وبيكون لو باور كونسامبشن طبعا بير بيت، استهلاك الباور بيكون أقل على عكس الأربعة ترانزستور اللي هما سيموس، طبعا بيستهلك كارنت أعلى من الكباستور. ديس ادفانتج طبعا ان لازم بيحتاج بيرفرش ال او بيرفرش الداتا اللي عنده بريدكالي بشكل مستمر طبقا ل تايم ويند معين، نتيجه لفاكت ان الكباستور سيل اللي عندي بتلوز التشارج بتاعتها، وهو بيرفرش الداتا اللي عنده ما ينفعش ان هو ياكسس على الداتا. نيجي دلوقتي على الاكسترنال ميموري. لما نيجي نركب اكسترنال ميموري، فاتفقنا ان احنا بيبقى في عندنا ادرس، وكل ادرس فيه جواه داتا، بس الفكره بقى ازاي دلوقتي انترفيس الاكسترنال ميموري على المايكرو كنترولر او على السيستم اللي عندك. يبقى في الحاله دي اي ميموري تشيب بيبقى فيها وان او مور بين بنسميهم شيب سيلكت، وفي بعض المراجع التانية بيطلق عليها شيب انيبل. فبعض الاي سيز هتلاقيها يا اما مكتوبه سي اس شيب سيلكت، يا اما شيب انيبل، يا اما في بعض الحاجات الثالثه بتبقى او اي اوت انيبل، على حسب كل اي سي وكل اي سي مانيفاكتشر، على حسب كل شركه مصنعه بتسميها ايه، لكن كلهم نفس المينينج. ولازم يحصل لها اكتيفيشن عشان نبتدي ناكسس على الكونتنت بتاعت الميموري اللي عندنا. فعلى سبيل المثال لو حبيت ان انا اديكود سيركت باستعمال النت عشان انا اكسس على ميموري معين، فهفترض ان الميموري اللي عندي دي مثلا الميموري اللي عندي بتبقى 4 كيلو في 8، الاورجانيزيشن بتاعها 4 كيلو في 8 بيت في لوكيشن واحد، يعني عندي 4 كيلو ادرس، يعني 4096 ادرس. فانا عندي الداتا اللي عندي من دي 0 لحد دي 7، يعني عندي اللوكيشن الواحد بيشيل 8 بيت، والادرس اللي عندي 4 كيلو يعني 4 كيلو اللي هي 2 باور 2 في 2 باور 10 2 باور 12، يبقى في الحاله دي من A نود لحد A
11 اللي هي 12 ادرس بين. وطبعا عندي الريد والرايت وعندي السي اس. سي اس اللي هي الشيب سيلكت. في الحاله دي لو افترضت ان انا هبتدي الميموري اللي عندي مثلا او هبتدي الادرس اللي عندي، افترض ان انا عندي الميموري دي السايز بتاعها فيها 16 ادرس بين، ف 16 ادرس بين يعني الميموري اللي عندي 64 كيلو لوكيشن، 64 الف ادرس، وانا محتاج بس ان الميموري اللي عندي هتاكس على 4 كيلو، فهاكس على انهي 4 كيلو في ال 64 كيلو؟ ما ال 64 كيلو دي هتبقى ستاشر سيكتور، ستاشر سيكتور. ستاشر سيكتور. وكل سيكتور فور، وكل سيكتور فور كيلو، فور كيلو، فور كيلو. يبقى انا عندي كام؟ 16 في 4 كيلو، هلاقي ان هي هتبقى 64 كيلو اللي هي التوتال ميموري اللي عندي. فانا دلوقتي عايز اتعامل على 4 كيلو واحده بس، فانا هتعامل على انهي 4 كيلو؟ فالطلب مني ان انا هتعامل على من اول ادرس 3000 هيكسا لحد 3FFF هيكسا. يبقى في الحاله دي عشان اتعامل مع الادرس ده، عشان اتعامل مع الادرس ده هلاقي ان من 000 لحد 4F هيبقى بيكاونت هنا في اول 12 بت ادرس بت، هيتفضل معايا اخر بايت او اخر نمبر هيكسا، والنمبر ده انا عايز ان هو يبقى كام؟ يبقى 3، هيبقى 1100 1100. يبقى في الحاله دي عشان انيبل الميموري وابتدي اتعامل في ميموري من اول 3000 لحد 3FFF هيكسا، في الحالة دي لازم أخلي الفاليو اللي عندي هنا تبقى 1100. فيبقى الـ A 12 1 والـ A 13 1 والـ A 40 والـ A 14 0 والـ A 15 0. يبقى لازم أوصل هنا نوت، والـ input اللي عندي هيبقى 1100 ويدخل على الـ AND، والـ AND هيبقى الأول. طبعا بعد الـ AND هيبقى هنا الـ value 1 وهيبقى الـ value هنا 1، فيبقى الاول بتاع الناند بزيرو، فالزيرو هي اللي اكتيفيت الشيب سيلكت. يبقى الشيب سيلكت ما دام عليها داش يبقى بيحصل لها اكتيفيشن بالزيرو، بتتفعل بالزيرو وليس بال1. وده طبعا لما اجي استعمل الادرس ديكودر، فلو انا عندي فيه 3 انبوت مثلا A و B و C بيجنريت 8 اكتف لو اوت زي ما هنشوف دلوقتي، 8 اوت. في الحاله دي هلاقي طبعا ان انا في عندي 3 كنترول بت، في 3 كنترول بت، ده طبعا بيكون موجود جوه ديكودر اسمه 74 LS 138. ولان الاوت اللي عندي من Y0 لحد Y7 بيبقى واصل بالشيب سيلكت للميموري. لو افترضت ان عندي الواي اوت بيبقى كونكتد على الشيب سيلكت لاي ميموري عشان يلاقوا كنترول لل 8 ميموري بلوك زي ما نشوف دلوقتي. فممكن اكونترول بالواي 4، ان الواي 4 دي انا عايز ان هي كنترول معايا بدل ما اعملها بالناند زي ما عملناها، عايز اعمل كنترول بالديكودر. يبقى في الحاله دي هوصل ال A 12 وال A 13 وال A 14 وال A 15، وطبعا هلاقي ان انا عندي هنا A 15 وصلتها على G 2A، G 2A ال G 2A وال G 2B وال G 1. في عندي 3 اديشنال انبوت اللي هي جي 2 اي وجي 2 بي والجي 1، والاثنين بيكونوا اكتف لو والجي 1 بتبقى اكتف هاي. ففي الحاله دي انا ممكن اوصل، يعني هو هنا وصل ان الجي 1 بي سي سي هاي، وصل الجي 2 جي 2 بي جراوند، وكده كده الاي 15 كانت 0، فيبقى انا كده كان انا عملتها اكتيفيشن برضو، وهنا 0 وهنا 1 وهنا 1، فيبقى دي هنا الفاليو بتاعت الثلاثه. فهيسلكت هنا الفاليو للواي 4، يبقى اول لما يبقى الواي 4 ب 1، اول لما سوري هنا طبعا الديكودر هنا انفيرتد، فهتبقى هنا
بالنادي. ففي الحاله دي اول لما اسيلكت الواي 4 هيبقى الفاليو بتاعتها ب0 والباقي كله ب1. يبقى في الحاله دي الشيب انيبل هتكون اكتيفيتد. يبقى في الحاله دي انا عملت اكتيفيشن للميموري. طيب يبقى في الحاله دي لو حبيت ان انا سيلكت ال 4 كيلو اللي عندي طبقا لقيم الادرس اللي انا كاتبها هنا، يبقى طبقا للقيمه اللي انا كاتبها على اخر نيبل او على اخر هيكسا نمبر هي دي اللي هتحدد انا في انهي رينج. فهنا طبعا اخر نيبل كان الفاليو بتاعته 4، فيبقى هنا من اول 4 3 0 لحد 4 3 اف هيكسا. لما اجي ابص على المثال النمره بي هلاقي ان هي من اول ادرس 2 3 0 لحد 2 3 اف هيكسا، وفي نمره سي هيكون من اول 7 3 0 لحد 7 3 اف هيكسا. يبقى في الحاله دي انا بسويتش ما بين السكشن اللي عندي زي كده لما كان عندي 4 بانكس وكل بنك فيه 8 ريجستر، وكنت سويتش ما بين البنكات انا هبتدي استور الفاليو بتاعتي على الريجستر في انهي بنك من الاربعه. هنيجي دلوقتي على ال 871 وده روم ليس فيرجن من ال 851. هلاقي ان ال 8031 بيبقى ايديال لميني سيستمز ان احنا نركب فيها اكسترنال ميموري، وممكن برضه من غير 8031 ممكن 8051 ذات نفسه اللي بيبقى جواه انترنال ميموري ممكن نركب عليه اكسترنال ميموري زي ما هنشوف كمان شويه. والميموري دي بتكون اب تو لحد 64 كيلو بايت. بس عشان اوصل اكسترنال ميموري ففي عندي ثلاثة كنترول بين 31 وبين 32 وبين 29. بين 31 بتبقى الاي اي في بي بي، ودي لما بتوصل على الفي سي سي معناها ان انا بريد من الانترنال ميموري. ده لما بتوصل الفي سي معناها ان انا بريد من الانترنال ميموري. ولما بوصلها على الجراوند يبقى في الحاله دي معناها ان انا بريد من الاكسترنال روم. كذلك لما اجي اوصل اكسترنال ميموري فبوصل الادرس، فبحتاج طبعا 64 كيلو بت. يبقى في الحاله دي ال 64 كيلو بت في الحاله دي انا هحتاج لها 64 كيلو بايت، معلش 64 كيلو بايت احنا كاتبينها هي 64 كيلو بايت. في الحاله دي هتبقى كيلو بايت. ففي الحاله دي هنوصل البايت كيلو بايت. ففي الحاله دي هبتدي هحتاج لل 64 كيلو بايت هتبقى 2 باور 16 هحتاج لها 16 ادرس بين، فهاخد بورت 0 وبورت 2 للادرس. فيبقى من بورت 0 A0 لحد A7 وبورت 2 من A8 لحد A15. وهتبقى بورت 0 بستعمله ان انا سويتش عليه الادرس او الداتا، فبرضه نفس البورت بتاع الزيرو ممكن نستعمله للادرس وللداتا باس، فكان احنا عملنا ادرس داتا مالتيبلكسنج زي ما هنشوف كمان شويه. الادرس لاتش انيبل بين 30 ده لما بيكون بزيرو معناها ان انا بريد على بورت زيرو الداتا، ولما يكون ادرس لاتش 1 ب 1 ادرس لاتش انيبل ب 1 فمعناها ان بورت زيرو بيسن او بيسلكت الادرس باص فبيبعت عليها الادرس اللي هو عايزه. طبعا عشان اكستراكت الادرس من بورت 0 ونبتدي نسويتش ما بين احنا شغالين ادرس ولا داتا، يعني طبعا الميموري بيكون ليها ادرس وداتا، فهل هوصل الادرس والداتا على نفس البين؟ لا، بنستعمل لاتش 74 ال اس 373 دي لاتش عشان يسويتش احنا هنشغل الادرس ولا هنشغل الداتا، وبنعمل لها انيبل عن طريق الاوتبوت كنترول زي ما نشوف دلوقتي. فبالتالي بيكون عندنا الجي بين، الجي بين اهيت اللي هي الانيبل. فالجي بين هنا هنعمل انيبل ليها، فاما هنبعت الادرس مباشره لما يكون الادرس لاتش انيبل ب1 فهنوصل ادرس لاتش انيبل بالجي، ولما يكون الادرس لاتش انيبل ب0 في الحاله دي احنا بنبعت الداتا زي ما هنوصلها دلوقتي.
في الحاله دي لما يكون ادرس لاتش انيبل بزيرو فهلاقي ان هنا معمولها ديسيبل، دي مش شغاله. وفعليا احنا بنبعت الداتا من على الميموري على بورت زيرو. غير كده هلاقي ان انا لما يكون دي بي 1 الادرس لاتش انيبل بي 1 يبقى في الحاله دي احنا عملنا اكتيفيشن للديكودر اللي عندنا اللي اللاتش اللي عندنا، وبنبعت الادرس بتاعنا على البورت زيرو. في بروجرام ستور انيبل برضو، في بروجرام ستور انيبل بين 29 ودي بتوصل على الاوت انيبل بين، دي بتوصل على الاوت انيبل بين. وتبقى مهم عشان احنا ناكد بيها الرول بتاعت ال external access ال EA او البروجرام ستور انيبل. تمام، بروجرام ستور انيبل عندي هنا ببتدي اوصلها بالاوت انيبل جوه الاكسترنال ميموري عشان ابتدي اكتيفيت بيها الاوت واحنا بنعمله ترانسميشن زي ما هنشوف دلوقتي. ففي الحاله دي بجيب الاكسترنال ميموري اللي عندي واوصل البروجرام ستور انيبل، بوصلها بالشيب انيبل والاوت انيبل. وبنوصل الادرس لاتش انيبل بالجي بتاع اللاتش عشان نسويتش ما بين الادرس والداتا، والاي اي طبعا بنوصلها بالجراوند عشان احنا نريد من الاكسترنال ميموري. طبعا ممكن ان انا اوصل اكسترنال ميموري على سيريز زي الاي تي 31، ممكن اوصلها على الاي تي 51، ممكن اوصلها على الاي تي 52. فالاي تي 31 هيبتدي يريد الميموري من اول 000 لحد 4F اللي هي ال 16 اللي هي 64 كيلو. على عكس ال 8051 احنا بنريد الانترنال ميموري وبعد كده نبتدي نريد الاكسترنال ميموري، فهنريد الميموري من اول 1000 لحد 4F هكسا. وال EA بيبقى طبعا هنا بي سي سي، والاي اي هنا بي سي، والاي اي هنا بيكون جراوند لان احنا بنريد من الانترنال هنا. وبعد ما تخلص الانترنال نبتدي نوصل الاكسترنال ميموري عن طريق ان احنا بنتوجل الاي اي نخليها جراوند ونبتدي نريد من الاكسترنال ميموري. وهنا شرح الميموري اللي عندنا او الادرس بتاع الميموري اللي احنا اتكلمنا عليها. هلاقي ان في العادي ال 851 ليها 128 كيلو بايت الادرس سبيس، 64 كيلو بايت بيبقى موجودين للبروجرام كود، وده البروجرام كاونتر بيبتدي يريد من عليهم عن طريق الداتا بوينتر باستعمال الموف سي موف كود، والسي هنا استند فور كود، وده الاندكس ادريس المود. وال 64 كيلو بايت التانيين ده بيبتدي يريد من اكسترنال ميموري برضه باستعمال الداتا بوينتر بس باستعمال انستراكشن موف الاكس، فهو هنا بيموف اكس فروم اكسترنال ميموري. طبعا هنا الداتا ميموري لازم بيبقى شغال من الاكسترنال ميموري. فعلى سبيل المثال موف الاكس لو انا حبيت اريد او اكتب السنتنس فبتكتب موف الاكس اي و ات داتا بوينتر على طول. فهنا ان اكسترنال روم يوز 851 dead space to store lookup table، فنخزن lookup table من اول ادرس 1000 هكسا على external memory لبيانات بتاع الداك ديجيتال تو انال كونفرتر. وعايز اكتب بروجرام عشان يريد 30 بايت بدءا من اول ادرس 1000 هكسا، فهنعرف ان ال lookup table او my x data external data equate هنعرف ان هي بدءا من ادرس 1000 والكاونت هيبقى 30 عده مش هكس طبعا، هيكون 30 انتجر او ديسمال نمبر. وهنعرف الداتا بوينتر اللي هي هاش ماي اكس داتا، وهنبتدي نعرف ان ار تو كاونت عشان نبتدي اللوبنج اللي عندنا. وهنموف الاكس هننقل جوه الداتا بوينتر، اللي جوه الداتا بوينتر 1000 هيروح على 1000 ياخد الداتا اللي جواه ينقلها على الاكيوميتور. وهنموف طبعا هنا موف الاكس يعني موف اكسترنال، وهنموف اللي جوه الاكيوميتر على بورت 1 لان هو طبعا طلب ان البيانات تتبعت على بورت 1. وهنزود الداتا بوينتر وهندكريمنت الجامب ال R2، هنقل ال R2 بعده فهتبقى 29 ويرجع تاني على اجين
لحد ما يخلص ال 30 كاونت او ال 30 بايت اللي موجودين عنده. فده كان اكزامبل على الموف اكس. لو حبيت اوصل ال 8031 مع 8 كيلو بايت اوف بروجرام روم و 8 كيلو بايت للداتا روم، ففي الحالة دي هو كل اللي هو عمله ان هو ابتدى يسويتش ما بين ال 8 كيلو بتوع البروجرام روم والداتا روم. فطبعا هيوصل نفس الادرس اللي هنا، نفس الادرس اللي هنا هيوصل مع نفس الادرس اللي هنا على الاتش، بس هنبتدي ونفس التوصيله بتاعت الداتا اللي هنا والداتا اللي هنا يوصلوا على نفس بورت 0، وبورت 2 هيوصل عليه نفس ال 8 بت بتوع الادرس. بس يبقى في عندنا حاجه هتكنترول عندنا الشيب انيبل، احنا هنشغل مين وهنسيب مين. طبعا هو هنا هنبتدي نفرق ما بين الاثنين، نفرق ما بين الاثنين. طبعا في الداتا روم انت هتريد منها، في الداتا روم انت هتريد منها وهنبتدي نسويتش القيم دي عن طريق الشيب انيبل باستعمال يا اما بروجرام ستور انيبل عن طريق بروجرام روم، وعن طريق الداتا روم هنبتدي نوصلها بالكنترول من اول ايه 12 او ايه 13 وايه 14 وايه 15 عشان نبتدي نسويتش ما بين التو ميموري اللي عندنا. لو حبينا نوصلها بالستاتيك ريم زي برضو ما ظهر قدامنا هنا، فاحنا ممكن نستخدم ان نحدد ما الريد او رايت باستعمال بين 3.7 او 3.6، فنوصل بين 3.6 و 3.7 الريد ورايت، نوصلهم دايركتلي على الريد انيبل والاوت رايت انيبل والاوت انيبل بالشكل اللي قدامنا.